السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. اليوم الاثنين عندنا بداية اول يوم في الاسبوع واول كلاس رايح لحين. الاسبوع هذا الضغط، بكرة عندي برزنتيشن، بعد بكرة عندي اكزام اللي قبل الفاينل للمات، ويوم الجمعة عندي اكزام الفيزيكس قبل الفاينل. فالاسبوع الجاي دوام عندنا، واللي بعده اجازة اسبوع كامل، واللي بعد ندرس اسبوعين، والثالث يكون الاختبارات النهائية، بعدها نعطل وجاي للسعودية. لي الى الان السنة كاملة ما نزلت السعودية، بنزل في 16 ديسمبر اللي راح يكون مدري في وقت هذا الفيديو يمكن وصلنا في ديسمبر، او انك موجود في السعودية في ذا الوقت، او ما بقى شيء وانزل السعودية. فلا تخبصون اذا شفتوا اني اتكلم انه بعد شهر راح يكون ديسمبر، او 16 ديسمبر بعد شهر، وانتوا في وقت شهادة الفيديو انتوا في ديسمبر، لان من تأخير رفع الفولقات راح التصوير يكون قبل بشهر تقريبا. المهم كلاس فيزيكس، وبعدها مات، وبعدها لاب فيزيكس، بعدها بروح اخلص فيديو عندي اسويه، بعدها برجع الشقة بجهز برزنتيشن بكرة. كذا يعتبر خلصت واجبات بكرة، وبكذا يعتبر خلص اليوم عندي. يلا نبدأ. خلص كلاس الفيزيكس توني، احنا رايح كلاس المات. رايح اللاب الفيزيكس اللي ما بعرف كيف الدوام حقه. الاسبوع اللي طاف عندنا موضوع ورحت طلع مكنسل الاسبوع اللي طاف، هذا في السيلبس موجود. الاسبوع هذا موضوع ثاني، انا حليت موضوع الاسبوع اللي طاف وهو ما عطاني اياه كنسله، والاسبوع هذا موضوع ثاني، فالحين بروح وبشوف راح يعطينا موضوع الاسبوع اللي طاف ولا الاسبوع هذا. المهم لحست مخكم، بس خلينا نشوف. بروح الحين ان شاء الله بعد ما كنسل لاب اليوم، اذا كنسل لاب اليوم يكون موضوعين عطانا اياهم في اللكتشر بس اللاب ما طبقناهم. خلينا نروح نشوف. لا طلع مفتوح اللاب، يعني في اليوم لاب. خلص دوام اليوم، تعبان لاني ما فطرت ولا كل شيء. اني بدي اقول محمد رفاعي يشوف اذا كان فاضي بسوي الفيديو لانه سعودي، واذا كان مشهور خلاص بروح البيت اكل لي شيء. محمد رفاعي فاضي فبروح عند السعودي، بعدها بروح البيت. وصلت عند محمد. السلام عليكم. سلام، شو الحال؟ مرحبا، شو الاخبار؟ حيو، تفضل، اخبارك؟ الحمد لله. انت شلون كيف ترمك؟ سمعت الناس مره مدعوسين، يعني انت من المدعوسين؟ والله الاسبوع هذا كلش يعني ما يعني كويس، ما يعني مسيطر على الوضع. ايه برزنتيشن بكره وعقب بكره اكزام ماث، ويوم الجمعه اكزام. والله الاسبوع ده الاسبوع هذا كلش تصفيات، اخر اكزامات قبل الفاينل. بيت رقيب انت اتوقع مسوين. محمد من مسوي هنا؟ هذه 3D برنت تتكلم. هي 3D برنت بس من مسوي؟ هذه واحد اللي كان قاعد هنا ما تعرفه استخدمه. طيب في طابع هنا تطبعها. بس كيف؟ هذه تطبعها وتركبها، تركبها يعني. يا حلو. السلام عليكم، كيف الحال؟ ما ادري احس بس كذا مع المشي كلمة السلام عليكم. طيب حطها شيء هذا شيء، لا ما يعني ما له داعي. إذا شلون إيش كيف تبدأ فيه؟ نبدأ نشوف اللي هو جوا داخل. ما حد داخلين. هذا آخر شيء. هذا هي؟ لا في قبل 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 قبل. اللي هو ده وده. كذا تكفي صح؟ فاهم مرة فاهم. مدى تحملها للصلابة بحيث إنه وشو نعرف هل هذه الأرض مثلاً مناسبة لفلان؟ نص المقطع ده حطه على الرمل. خلنا نحطه. تعال على الرمل نحطه هو قاعد. أوكي. بدرس حكيته نوع كاركتر شخصيات سوبرمان باتمان النوع. فلبسنا اليوم رحنا بيرينجز قطعنا بالأشياء. لبسنا تيشيرت كله باتس خافيش.
في المدرسة يقول لك ممنوع تجيب الأشكال اللي هي تعتبر تخوف، أو إحنا جبنا باتمان يعني بات. طيب باتمان يمكن أخف من ال باتمان إيه. فوصلنا المدرسة وأنا قاعد أقول مثلا هذا مو كاركتر، لا تقول له أي حاجة. أول ما دخل ده شو هذا كاركتر؟ This is not a character. شافتهم قطة مدرسة ضيقين مرة لأنه مونتسوري. فأنا أقول له but these are bats. It only goes in the night. أنا وقتها ما أدري إيش أسوي، ها وقعت خلاص. زي مسحبت ما لا بس التيشيرت كله قطعة واحد طقم واحد. ما صورته عشان تصور كل شيء حلو. فأعرف إنه أنا يعني ما يا إما لأنه الاختبار يعني لانه يسالوك ما تدري حيسالوك في ايش، بجانب المعلومات اللي انت حتختبر فيها حيسالوك في اشياء قديمه. يعني مثلا تقول لهم الخليه دي تنمو في كذا وما تنمو في كذا، انت ده الموضوع مقدمه شغلك. اوكي. يقول لك ليش؟ تقول له لانها هنا لان فيه. ليش؟ طب ايش سويت اللي حطيتها في الشيء الفلاني؟ يقول شوف انت حتوصل لفين في تفكيرك؟ هل تفكيرك ليمتد بس على انه واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لا، يقول شوف انت حتوصل لفين؟ إذا بدأت تفتي بكتير دخل. إذا وصلت لمرحلة إنك ما تعرف قول ما أعرف. تقولها. أيوة تقول ما أعرف. Your opinion ما هي. أيوة لا أنت حتوصل مرحلة لأنه حتفتي مثلا يعني في أشياء معروف متوقع، إذا الجو برد حينزل مطر حينزل ثلج إذا الجو، لكن في أشياء حتوصل مرحلة بعد كده ما حتعرف لأنه هم أصلا ما يعرفوها، بس بشوفك أنت كيف حترد على أسئلته، بشوف كيف حتقدر تفكر في شيء ما تعرفه ومن فين حتجيه اذا ما تعرف. الله يكون فا الاسئله اللي اجابتها ما اعرف، لكن حدور على المعلومه. يعني تكون سياسي يعني. فان شاء الله حنجح يعني حسب ما صار. ما هذا برضه 3 دي برنتد. ايه اشوف الطابع. اوه خفيفه ذي المره. ايه ما عندك الادوات المطبوعه. هذه مطبوعه منها. وهذه اللي بعد طايح. بس هذه بس منزلها من انترنت مش مسوينهم. لا هذه الاستراكشر ده جاي من النت، جبناه من النت جاهز ونزلناه على البرنامج، حوله الى ملف قابل للطباعه. تقعد عندكم في القسم وفي كليتكم في عندكم طابعات وكذا. هذا برضه فيروس ثاني. فالفيروس ده مختلف عن الفيروس ده. طبعا هذه الاشياء تساعد الفيروس انه يقدر يعلق نفسه على سطح الخليه بحيث انه يقدر يفتح يصير القطعه دي مع السيل ممبرين قطعة واحدة، فيبدأ الفيروس يعني أنكوتيك يفتح يصير يفتح نفسه ويدخل الدي إن إيه حقه جوا الخلية، لأنه لا هو حجمه صغير مقارنة بحجم الخلية، فيدخل حقه الدي إن إيه جوا الخلية وزي تربية هو جوا الفيروس الدي إن إيه يبدأ يكون خلايا جديدة يعني فيروسات جديدة. فهذه الأشياء تختلف من فيروس لفيروس. فيروسات دي أقوى يعني تعرف هذا ما هو يعني هي المفروض يكون حجمها مقارنة بالسيل هوست يعني سير هوست يكون حجمها كبير مقارنة بالفيروس قد كذا. فكل فيروس له طريقة معينة. الفولدينج حق الماتيريال دي تختلف من فيروس لفيروس. في فيروس بيكون صعب انك تقتله. ليش؟ لانه الفولدينج اللي هنا يتغير او نفس ال مهما تدي حرارة تدي تغير في الحموضة القلوية الفيروس قاعد مستني نفس الكونسرت او شيء موجود ده. موجود زي يعني الاشياء دي تحميه. هذه الاشياء مربوطة. هذه وحدة البناء. هذا البيلدينج بلوك. هذا البيلدينج بلوك حق الفيروس كابسيد. البيلدينج بلوك هذه موجوده وداخل في بعضها بشكل بحيث انه مهما تغير في الميديا حراره تغير بي اتش تحط احماض مربوطه زي بعضها كده ولا يغير فيها شيء الا اذا وصلت لحراره 100 درجه مئويه، وقتها ممكن التركيب ده يفك عن بعضه. اذا فك عن بعضه الفيروس يموت. لكن ليس كل الفيروسات قابل انك تقتلها عند 100 درجه مئويه. في فيروسات ايش عند حراره 200 300 400 على سفوح البراكين. شيء نسميه هنا اوتوكليف. اوتوكليف تجيب البيديا حقك تدخلها في جهاز يرفعها في الحراره الى 120 ويرفعها في الضغط الى اعتقد ضغط اعلى بحيث يقتل كل الطيب والبطال. اوه يعني ترفع حراره وترفع ضغط بعد نعم. الضغط يقتل اشياء ثانيه. نص ساعه بس في النص ساعه دي قتلت كله هنا وهنا. ترفع الى 120. هذا مو بستر. البستر انك تسخن لحراره معينه ارفعه ونزله بعدين. ايه يعني هذا البستر حق اللبن. لما انت تضغط طيب ما تضغط. خلني اوريك هناك الميديا. هذه هي الميديا اللي نستعملها لتنميه البكتيريا. على قد ما تلاقيها كلير معناته انه تمت تعقيمها بشكل صحيح.
اذا سبتها قدامك على البنش وجيت لقيت فيها بعض الاشياء بتنمو فيها بتتحرك فيها، معناته انه البستر حقها ما كانت صح. اذا فتحتها الان وسبتها دقيقتين وقفلتها حتلاقي بعض البكتيريا جات حتبدا تنمو فيها. في بعض الناس خصوصا الاندرجراد لما يبدا يشتغل ويبدا يعمل ميديا، يسوي الميديا ويدخلها في الجهاز اللي يعملها تعقيم يطلعها وما يكون حريص تقفيلها فتلاقي يخليها في القدام على البنش يومين تلاقيها بدأت تنمو فيها اشياء بيضة كده وتتحرك. هذا معناته انه الميديا معقمة وجاهزة انك تستعملها لتنمية بكتيريا جديدة. فهذه من الاشياء اللي تعتبر لاب سكيلز الاندرجراد ما يقدروا يسووها، بس مش دائما يعملوا لك شغل هاي كواليتي. يقول يبغى يخلص يروح على الكلاس يخلص يبغى يروح على فيس ما يحط اتنشن انه يكون في كلاسات ثاني صح يكون مدهوش مدهوش. وهذه شنو ثلاجه دي؟ هذا جهاز هذا ثلاجه ماينس 80 سالفه من درجه. ليش نحفظ فيها الاشياء؟ علميا اذا توفى شخص جسم حيوان طير اي شيء وحطيته بردته الى سالفه 80 هذا تصير هو زي التحنيط اللي يعتبر بس تحنيط. فالفكره هنا البكتيريا اللي نزرعها هنا مجمدة هناك تقعد سنين ما تموت، لكنها في حالة خمول بشكل مبرد. ممكن تطلعها من المانس ايتي بعد 10 سنوات وتحطها في الميديا دي ترتنم. في معلومة يمكن مضحكة شوية أو غريبة، في أحد الشركات تقف في ألمانيا وفي أمريكا ما شركة بداها أحد التجار اللي حب إنه إذا مات إنه جسمه يقعد حي. ليش؟ جسمه يقعد موجود. الفكرة أنت فرضنا إكس من الناس توفى، فيوقع مع الشركة إنه حنحطوني في ليكويد نيتروجين عشان جسمه يكون بارد وحطوني في 80 حتى يوصل لمرحلة يكتشفوا العلم إنه نقدر نرجع الجسم الميت ده إلى الروح. كيف الفكرة بدأت؟ لما تجيب عقرب وتحطه في قالب مويه وتجمده وتطلعه وتذوب المويه العقرب يتحرك ما يفرق معه. فشافوا انه ما تقدر يجربوها في حيوانات، بس علميا اذا تم تجميد الشخص بعد وفاته مباشره الى درجه حراره 80 او يعني لك الدرجه حينزل الحراره الى سالب جدا واضح 200% بشكل انستنت. بعدين اذا جمدته في سالب 80 ممكن الجسم يحتفظ بوظائفه اذا تمت اذابه كل الاشياء دي، لكن ما فيش روح. هم الان يبغوا يشوفوا كيف طريق، يعني يقول جمدها حتى قدام لين نشوف الروح كيف، حتى نشوف كيف نقدر طريقه معمليه ومختبريه نقدر نعيد الروح. طبعا هي طريقه الحفظ الجثث يعني حتى لما احد توفى يحطوه في ثلاجات بس هنا 80 تحفظ في اشياء من 2008 و9 موجوده لقيناها قلنا نجربها حطيناها في الميديا الله. بس انتوا عندكم الشيء اللي يقتل الويتنج الوقت لازم لا، لانه اذا فرضنا يعني عندك بس او عندك مفار او عندك اي حيوان صار له شيء توفى او قتل او نفس الجسم موجود، الحراره اللي هي حق الغرفه اللي هي 25 حتؤدي الى البكتيريا في المعده انها تنمو. لما تنمو بكتيريا في المعده تبدا تاكل الجسم. الان في بكتيريا لكن انا باكل وبطلع فضلات، فالحركه دي بتقلل نمو البكتيريا بتقلل من نموها الضار. هي موجوده الان لكن لما يكون في حركه بشكل دائم بتنمو وبتطرد نموها مهم انه يساعدك في هضم الاكل. احنا جابنا احنا ايش جابنا في البكتيريا؟ احنا كنا في موضوع ثاني. هذا مارس ايدي نستعمله انه حفظ هنا مارس يعني هذا عادي يعني عادي. الله يعين على وصول الشقة. بس ان شاء الله الكلام اللي قبل شوي يفيدكم. وراجع الشقة الحين